ورجعنا لكم من تاني، وان شاء الله هنجاوب على كل الاسئله. هنبدا بالاسئله اللي خدت عدد اعجابات اكتر، وبعدين هنكمل الباقي، مش هنسيب حد خالص النهارده. سلوى بتقول عرفنا بنفسك. انا محمد جابر 32 سنه ومن القاهره يا سلوى. هدى بيسال ليه محتوى القناه ما بقاش مشوق زي الاول، وليه الصوره المصغره كمان ما بقتش افضل، ويا ريت تجاوبني لان بقيت مصدوم. يا حوده الكومنت بتاعك قوي جدا. بص، هو محتوى القناه ما بقاش زي الاول. انا شفت كمان الرد بتاعك على التعليق، ان انت بتقول ان انا كنت الاول بعمل فيديوهات مش بيفهمها الا الناس المثقفين. هو في جزء من تعليقك هو هو الاجابه على سؤالك. انا في الاول كنت بعمل فيديوهات علميه بحته، يعني كنت بتكلم في حاجات دقيقه جدا وبعمق قوي في الفيزياء والكيمياء والحاجات اللي زي كده، وما كنتش مراعي ان انا بيشوفني طبقات عمريه كتير ممكن ما تبقاش فاهمه الكلام ده، وبالتالي لقيت ان فعلا الفيديوهات دي ما بقتش بتعمل اي مشاهدات. ده مش عيب مني ولا عيب من المشاهدين، ولكن كل واحد بيتفرج على الحاجه اللي هو شايفها بسيطه ويقدر يفهمها، وبالتالي انا بدات انوع شويه من محتوى القناه، بدات اخليه ابسط شويه عشان يقدر يوصل لكل الناس ويقدروا كل الناس يستوعبوه، وده سواء كان تاريخ او محتوى علمي او غرائب او ايا كان. في حاجه كمان بالنسبه للصوره المصغره، كل ما في الامر ان انا زمان كنت بحب اكتب على الصوره المصغره كتير بايدي كتابه على الصوره نفسها، ولكني لاحظت ان الصوره المصغره لما تبقى من غير كتابه وهي الصوره نفسها بتدل على اللي فيها، ده بيبقى افضل. انا شايف من وجهه نظري ان الصوره المصغره بقت احسن من زمان بكتير. يا ريت لو انتم شايفين حاجه غير كده ممكن تقولوا لي تحت في التعليقات، او تقولوا لي برده رايكم في الصوره المصغره مؤخرا، وقولوا لي كمان رايكم في المحتوى عموما كله، وبناء على تعليقاتكم دي انا ممكن اعدل فيها، ما عنديش اي مشكله. السؤال اللي بعده من حسام بيسال، انت منين؟ ليه مش بتحب الكوره؟ وزنك وطولك قد ايه؟ انا منين يا حسام؟ انا من مصر. وليه مش بحب الكوره؟ انت عرفت منين ان انا مش بحب الكوره؟ انت اكيد شفت الجزء الاول من اسالني. بس انا بصراحه مش بحب الكوره عشان من وجهه نظري المتواضعه انا بشوف ان هي مش بتضيف اي فاليو لاي حد بيتفرج عليها. مش بتضيف لك قيمه، هي بتضيع وقت على الفاضي، واحنا اصلا بنقعد نتفرج عليها عشان نفضل نغيظ بعض. شفت الهجمه الفلانيه طلعت بره؟ شفت الفريق الفلاني عمل ايه؟ شفت اللاعب الفلاني عمل ايه؟ فانا شايف ان هي حاجات بصراحه ملهاش اي لازمه ولا تستحق ان احنا نحرق دمنا عشانها. يعني كان في موضوعات اكتر كتير في بلدنا وفي البلاد المحيطه ما كناش واخدين بالنا ان هي بتحصل لمجرد ان كان في ماتش كوره مثلا شغال ما بين الاهلي والزمالك مثلا. فانت لو الاهلي او الزمالك كسبوا انت هتفرق معاك في ايه؟ انت في الاخر مش انت اللي هتاخد المقابل على فكره، هو اللعيبه والنادي هو اللي بياخد المقابل. احنا مش بناخد مقابل الا تضييع وقت وحرق الدم مش اكتر. وزني وطولي قد ايه؟ انا طولي 190 سم ووزني تقريبا اكتر من 100 كيلو بحاجه بسيطه كده. تقدر تقول ان انا وزني متوسط، ولا تخين ولا رفيع يعني. احمد سامي بيقول يا ريت تطمنا على اسرتك، كنت قلت ان في حد مصاب وربنا يشفيه ويعافيه ان شاء الله. هو فعلا يا احمد كان فعلا عندنا حاله اصابه كورونا، ربنا يبعدها عنكم كلكم. ودي كانت تجربه من اسوأ التجارب اللي يعني مريت بيها في حياتي، البيت كله كان في حاله نفسيه مش قادر اوصفها لك. الحمد لله هي كانت زوجتي، الحمد لله دلوقتي بقت افضل كتير. ويا ريت كلكم تخلي بالكم عشان الموضوع مش سهل تماما. الكورونا لو دخلت البيت فعلا بتخلي البيت كله في حاله توتر وحزن دائم. ربنا يسترها علينا جميعا ومحدش يشوف اللي انا شفته الاسبوعين اللي فاتوا دول. عبده بيقول حضرتك ممكن تعمل لنا حاجات عن تاريخ مصر زي الحضاره وازاي الفراعنه قدروا يعملوا العظمه دي كلها. والله يا عبده، واحنا في بعض الاوقات بنعمل بالفعل حلقات زي كده، حتى في حلقه عملناها ازاي الفراعنه بنوا الاهرامات وغيرها من الحلقات. ولكن احنا مش بنعمل الحلقات كلها تاريخ لان تخصص القناه مش تاريخ. احنا تخصصنا ان احنا بنتكلم في كل حاجه. ولكن لو في عندك حلقات حابب ان احنا نتكلم عنها ممكن تسيب لنا عناوين الحلقات تحت في التعليقات وان شاء الله نعملها لك، مفيش اي مشكله. السؤال اللي بعده من اكونت اسمه دارك مان بيسال، بيقول هو ليه انت ما تعملش سلسله فيديوهات عن مواضيع مرتبطه ببعض على شكل مسلسل في الاسبوع حلقه او حلقتين؟ والله هو انا فكرت في حاجه زي كده فعلا، ولكن انا المتابعين عندي ميولهم مختلفه شويه. بمعنى ان انا لو عملت مثلا سلسله حلقات عن موضوع معين تاريخي مثلا، ممكن تبقى في ناس ما بتحبش التاريخ، وعشان كده انا بحتاج انوع في محتوى القناه. يعني بتلاقي غالبا مفيش حلقتين نازلين ورا بعض شبه بعض خالص، وده عشان اقدر ارضي كل المتابعين، عشان محدش يزعل يقول انا بحب الرعب مش بيعمل لي رعب، انا بحب الغرايب مش بيعمل لي غرايب، انا بحب القصص الاسلاميه او انا بحب التاريخ وهكذا. ولكن لو حسيت ان كل المتابعين ميالين لحاجه معينه، يعني كل المتابعين مثلا في وقت من الاوقات بيحبوا التاريخ مثلا، فانا ممكن اعمل لكم سلسله تاريخ، ما عنديش اي مشكله. المهم انتوا قولوا لي اللي يرضيكم في التعليقات تحت وانا هعملها لكم، ما عنديش اي مشكله. الاكونت اللي بعده اسمه يوسف بيسال، ازاي جات لك فكره انك تفتح قناه؟ وهل انت بتعمل مونتاج للفيديوهات لوحدك ولا معاك حد؟ والله يوسف، فكره القناه دي جات لي كنوع من اجبار النفس ان انا اتعلم حاجه جديده. يعني انا كل يوم عشان اعمل لكم فيديوهات بضطر ان انا اثقف من نفسي واقرا اكتر. وبما ان انا حاسس ان انا ملتزم معاكم بحلقه مثلا يوم الاثنين وحلقه يوم الخميس، فانا شايف ان انا لازم اجبر نفسي على القرايه والمذاكره عشان اقدر اقدم لكم محتوى يليق بيكم.
ودي حاجه على المستوى الشخصي بتطور من ثقافتي انا الشخصيه، وده لاني لو مش ملتزم معاكم في فيديوهات فانا بالتالي ممكن ما يبقاش عندي الاهتمام ان انا اقرا او ازود من ثقافتي خالص. بعمل مونتاج لوحدي ولا معايا حد؟ والله حاليا انا الفيديو بعمل فيه كل حاجه لوحدي، من اعداد او مونتاج او تسجيل صوتي. قبل كده كان معايا ناس ولكن حاليا ما بقوش موجودين. جولدن دراجون بيسال: حضرتك خريج ايه وايه هواياتك وطموحك؟ انا خريج كليه تجاره، وهواياتي انا كنت زمان بحب الكونفو وكنت بمارسه، حتى كنت بدربه كمان يعني. وطموحي اتمنى ان قناه اليوتيوب بتاعتي تبقى اكبر قناه تثقيفيه في الوطن العربي، وان شاء الله طبعا بدعمكم يعني. السؤال اللي بعده من لوكي بيسال: هو انت ممكن تتبرع لي ب 20,000 جنيه؟ والله يا لوكي، هو لو الفيديو ده جاب 20,000 جنيه وجنيه انا هاخد الجنيه واديك ال 20,000، ما عنديش اي مشكله. السؤال اللي بعده من مودي بيقول: هو ليه ما ينفعش نطبع فلوس وهي بتجيلنا من البنك مطبوعه؟ بصوا، هو السؤال ده انا جاوبت عليه باستفاضه في الحلقه بتاعت احنا ليه ما نطبعش فلوس كتير، ولكن الموضوع ببساطه ان لو كل واحد طبع فلوس وبقى عندنا فلوس كتير جدا بيحصل ما يسمى بالتضخم. ممكن اسيب لك لينك لحلقه التضخم تحت في وصف الفيديو، اتفرج عليه باستفاضه هتفهم ليه المفروض ان احنا ما نطبعش فلوس. ياسر ابو الشيخ بيقول: يا استاذ محمد انا بحبك جدا، هل ممكن تعمل لنا قصص رعب؟ ياسر، انا كمان بحبك جدا وبحبكم كلكم جميعا. انا بالفعل بعمل قصص رعب، وكنا لسه الاسبوعين اللي فاتوا منزلين اكتر من فيديو فيه قصص رعب حقيقيه، وان شاء الله قريب هنزل لكم قصه رعب قويه برضو جدا يعني، انتظرها. اوكا مستقيم بيقول: انت من اي محافظه؟ انا من محافظه القاهره. السؤال اللي بعده من الياس بيقول: لو هو حابب يفتح قناه على اليوتيوب انصحه بمحتوى ايه وبيتمنى لي الافضل؟ طيب بص يا الياس، هو انت تفتح قناه في الحاجه اللي انت بتحبها. لو بتحب معلومات عامه اعمل معلومات عامه، لو بتحب تكنولوجيا اعمل تكنولوجيا، لو بتحب فلوجات اعمل فلوجات. المهم انت تعمل حاجه بتحبها عشان تقدر تكمل فيها. من ارخم الحاجات في اليوتيوب ان انت ممكن ما يبقاش عندك نفس طويل تكمل، وبالتالي لازم الحاجه اللي انت بتعملها تكون حاببها عشان تقدر تكمل فيها. السؤال اللي بعده من مهند بيقول: ايه افضل اكله مفضله ليك؟ انا والله يا مهند بحب القلقاس بصراحه. اكونت اسمه اوفر كريم بيقول لي: انت بتشجع الاهلي ولا الزمالك؟ انا بشجع نفسي ومستقبلي مش اكتر، مش بشجع اي نوادي والله. عمر بيسال: ايه نوع موبايلك؟ ده جاوبناه، نوع موبايلي ايفون 8 بلس. اسمي 99 بتسال: كم عمرك؟ انا عندي 32 سنه. خالد بيسال: هل اجسام الموميا بتتعفن؟ ولو ما كانتش بتتعفن ايه اللي هيحميها؟ اجسام الموميا لو كنت قصدك على الموميا بتاعت الفراعنه مش بتتعفن طبعا، لان بيتم تحنيطها. وليه مش بتتعفن؟ لانهم زمان ايام التحنيط كانوا بيضيفوا مواد كيميائيه على الجسم بتحاول تحافظ على شكله زي ما هو مهما طال الزمن. السؤال بتاعك ده كويس جدا، وانا ان شاء الله ممكن اعمله في حلقه تفصيليه يعني، بس انا قلت اديك نبذه سريعه عن الاجابه يعني. السؤال اللي بعده: هل انت متجوز وعندك اولاد ومن محافظه ايه؟ انا متجوز وعندي مليكه عندها سنه ونص ومن محافظه القاهره. الاكونت اللي بعده اسمه استهلال زوليول، انا هظهره وانت وصاحب الاكونت هيعرف نفسه يعني. شو كان تخصصك بالجامعه؟ انا كنت كليه تجاره، تخصص محاسبه. مجال دراستي ولا له علاقه بشغلي الحالي ولا له علاقه باليوتيوب خالص. كده بنكون تقريبا جاوبنا على كل الاسئله. اتمنى اكون قدرت اجاوب على كل الاسئله اللي جت. لو في اسئله جت بعد وقت تسجيل الحلقه يا ريت تعذروني ان انا اكيد مش هكون شفتها. مبسوط جدا لوصول ال 200,000 مشترك وانتم معايا وبدعمكم. مبسوط كمان جدا ان انتم دايما واقفين في ظهري. اتمنى منكم كل الدعم في الفتره الجايه عشان نقدر نوصل ان شاء الله للمليون في خلال السنه الجايه. اتمنى، انا عارف ان هو هدف كبير، بس الهدف ده انا بقالي سنه بتمناه. كل ما عليكم بس ان انتم تعملوا اعجاب بالفيديو وتسيبوا لي تعليق جميل تقولوا لي رايكم في الحلقه، وعلى فكره بتقبل كل التعليقات السلبيه كمان. اعملوا اشتراك في القناه لو اول مره تشرفوني، وما تنسوش تعملوا اعجاب بالفيديو ده عشان يوصل لكل الناس، وان شاء الله استنونا قريب في فيديو قوي جدا جدا جدا. السلام عليكم.